صحيفة واشنطن بوست تكشف في تحقيق موسع كيفية شراء دول أجنبية جنرالات الولايات المتحدة. أكثر من 500 عسكري أمريكي، من بينهم جنرالات وأدميرالات خدموا في البيت الأبيض والبنتاغون، تم توظيفهم استشاريين في دول عدة، أبرزها السعودية في مقابل مبالغ طائلة. في المملكة عمل 15 جنرالاً أمريكياً بصفة مستشارين لوزارة الدفاع السعودية خلال تولي محمد بن سلمان وزارة الدفاع، وتحديداً بعد عام 2016، وقد أدى هؤلاء دوراً بارزاً في إدارة عمليات العدوان السعودي على اليمن وإعادة هيكلة الجيش السعودي. من الأسماء البارزة التي سلطت صحيفة الضوء عليها الجنرال جيمس جونز، الذي عمل سابقاً مستشار أوباما للأمن القومي، وقد وظفه محمد بن سلمان لإجراء عمليات تقييم للقوات السعودية. جونز شكل فريقاً من جنرالات أمريكيين متقاعدين للعمل في الرياض، واستمر عملهم مع ولي العهد حتى بعد عمليات اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 والانتهاكات في اليمن. واشنطن بوست أشارت إلى مدى سهولة توظيف العسكريين الأمريكيين من دول أخرى، وإلى المبالغ الضخمة التي يتقاضونها في مقابل خدماتهم والاستشارات التي يقدمونها، وأبرزت في تقريرها قدرة دول لديها سجل من الانتهاكات الحقوقية على شراء جنرالات أمريكيين. البوست خاضت معركة قانونية امتدت عامين لإجبار البنتاغون على كشف هذه المعلومات، إذ قامت برفع دعوى على الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية بموجب قانون حرية المعلومات من أجل كشف تفاصيل هذه التعاملات، في ظل إصرار الحكومة الأمريكية وأجهزتها على التكتم عما يتعلق بدور عسكريها السابقين في العالم.